السلام عليكم، بنتابع معكم في ال QR. الآن نيجي للستاندر فورم. قبل المحاضرة اللي فاتت تكلمنا على ال QR في اللينير سيستم، هذا بنتكلم على ال QR as a general. الآن عندي السيستم الكونتينوس، تكلمنا عنه في الكونتينوس والديسكريت. نيجي نتكلم عنه في كجنرال. x dot بدي يساوي ال ax plus bu، والy بدي يساوي ال cy في ال x. وهنا الفكرة عندي اختار u as a state feedback. في نفس الوقت ال state feedback هاي او ال pole placement method هاي satisfied ال condition تبعت ال h2. الآن general ال most general cost function زي ما شفناها بولزا في الكتاب الأولاني، إيش بتساوي؟ نص في ال y transpose of tf في ال h of y في ال y of tf plus 1/2 عند ال integral من 0 ل tf في ال y transpose of t في ال q of y في ال y of t اللي عندي plus u of transpose في ال r في ال u في ال dt. هذه قلنا اللي عندي اللاجرانج كوست فانكشن، وهذه الماير كوست فانكشن، التنتين مع بعض بيعطوني ايش؟ التنتين مع بعض بيعطوني اللي هي زي ما شفناها البولزا 4. نوضحهم تاني. اوكي رحنا زي ما احنا شايفين هذه الجزئية اللي انا سميتها المايرز، وهذه الجزئية اللي سميتها لاجرانج، التنتين مع بعض هنا اللي سميناهم البولزا كوست فانكشن. الان البولزا كوست فانكشن اذا بدي اطلع عليها ككل، البولزا كوست فانكشن هنا الشروط اللي عندي هذه الكيو والار والاتش، هذه تبقى بوزيتيف definite matrix، وهدول بنسميهم ال waiting function ككل. الآن where h and q and r are positive definite، واحنا عرفنا سابقا ايش بنقصد في ال positive definite matrices. ال positive definite matrix معناته كل ال eigen values تبعاتهم بيبقوا positive موجودة. The cost is evaluated subject to the initial condition. ايش الانيشال كونديشن؟ عندي x of 0 equal x0 and no disturbance input، يعني هنا فيش عندي اي input عند disturbance الموجود هذا. The cost function 6.7a is frequently written directly in the term of the state and the control، يعني هذا عادة اللي بنعوض فيها بدل ما نحط y بنحط هنا هنا وهنا. ايش بنحط هنا عندي؟ بحط بعوض بدل الاوتبوت اللي هي واي على اساس انها بتساوي سي اوف اكس. لو عوضت بدل الواي بسي اوف اكس بصير هنا عندي اكس ترانسبوز في السي ترانسبوز في هنا السي واي ترانسبوز في الاتش واي في السي واي، وهنا بدي يصير عندي الاكس ترانسبوز في السي واي ترانسبوز في الكيو واي في السي واي. وهذه اللي سميناها اعطيناها اسم كيو، وهذه اعطيناها اسم اتش، وهنا صار عندي الاتش والكيو بدل ما يكونوا بوزيتيف ديفينيت هذول صاروا بوزيتيف سيمي ديفينيت ماتريكس. والبوزيتيف سيمي ديفينيت ماتريكس معناته ممكن يكون جزء من الايجن فاليو بيساوي زيرو، يعني بدل ما نقول هنا الايجن فاليو كله يبقى اكبر من زيرو بوزيتيف بنقول اكبر او بيساوي زيرو. فالاوبتيمال كنترول بروبلم صارت عندي على الشكل التالي. الان الهاملتونيان ايكويجن لما انا هاي الكوست فانكشن الاصليه ممكن اعملها اوجمنتيشن واضيف اي constraints الموجود عندي، وهذه سميناها augmented cost function. والaugmented cost function ضفت اللاجرانج multiplier لها، وعادة هذا الترم بدي اياه بيساوي 0، هاي ضفت لها. where b is the
family of Lagrange multiplier 1 at each point in time in the interval 0 to t f. The augmented cost function صارت عندي بالشكل التالي، هاي جزئية الستيت وهاي جزئية الانبوت وهذه جزئية الفاينل ستيت وهذه جزئية النيو كوست الكونديشن عندي مع اللاجرانج مالتبلاير. الآن زي ما تعلمنا في البداية المحاضرة اللي لسه عملناها قبل شوية اللي هي أول جزء في تشابتر 6، بدنا نعوض بدل الX واليو والبي بالX بلس دلتا X واليو بلس دلتا U والبي بلس بدها تساوي بلس دلتا B، ونطرح عندنا هذا بنقول هذه الكوست فانكشن اللي عندي ود النيو كوست فانكشن وهذه من الأبتمال كوست فانكشن اللي عندي، فبطلع عندي الانكريمنت في الكوست فانكشن. فلما نعوض بدي اعوض زي ما حكيت هنا الX في تي اف بلس دلتا في تي اف، هنا الX بلس دلتا X وهنا اليو بلس دلتا يو وهنا البي بلس دلتا بي اللي عندي، واطرح منها الاوريجينال كوست فانكشن فبتعطيني التالي. الان هاي الجزئية الخارجية اللي عندي بتعطيني الدلتا في X 1 half دلتا X ترانسبوز TFF في ال H في الدلتا of دلتا H X of TF، هاي الجزء الأولاني اللي عندي هذه straight forward، هنا عندي دلتا ترانسبوز وهنا دلتا، هنا U ترانسبوز وها الدلتا U ترانسبوز وهنا دلتا U، هاي دلتا B ترانسبوز في هذا الترمز اللي عندي، وهنا زائد هنا الميكس الموجودة عندي. بلاحظ هنا عندي ايش دلتا اكس ضغط، هذه لازم اتخلص منها هان وهان. فلما بدي اتخلص منها بدي اعمل انتجريشن باي بارت زي ما موضح عندي هان، هاي البي ترانسبوز في تي دلتا اكس ضغط في تي دي تي بدها تساوي البي ترانسبوز تي اف دلتا اكس في تي اف ماينس بي ترانسبوز في تي دلتا x of 0 دلتا x of 0 plus الانتجرال من 0 لتي اف في البي دوت ترانسبوز دلتا x of t. فهذه اللي بدي استخدم، هذه بدي استخدمها بهذه الطريقة لأعوض عنها في الأماكن الأخرى. لما نعوض عنها بهذه الطريقة بصير عندي هاي جزئية الجزء الأولاني هنا مضروب في دلتا تي اف وعيد تجميعهم، هاي الجزء الثاني مضروب بدلتا اكس، هاي الجزء الموجود عندي مضروب بدلتا يو، وهذا الجزء الموجود عندي مضروب بدلتا بي ترانسبوز. الان لهذا الانكريمنت تبقى اصغر ما يكون، كل اللي جوا الاقواس هذه بدها تساوي زيرو، يعني هذا لما تساوي زيرو ايش بيعطيني؟ بعطيني الاكس داتا تساوي اي اكس بلس بي يو في اليو، هذا لما تساوي زيرو بدي يعطيني يو ترانسبوز في الار بلس بي ترانسبوز بي يو بدي يساوي زيرو، او اللي عندي لما بدي اطلع عليها بدي اعمل ترانسبوز لهان ايش بدي يصير عندي للكل، هاد بدي اعملها بتساوي زيرو واعمل ترانسبوز بصير عندي الار، مع انه هذا سيمتريك الار بوزيتيف ديفينيت بتبقى سيمتريك، بدها تكون ار في اليو ترانسبوز بدي يساوي سالب بي يو ترانسبوز في البي، او الار بدي يساوي او اليو بدها تساوي اللي عندي سالب ار انفيرس في البي يو ترانسبوز في البي اللي عندي، زي ما انا بشوف هاي الترم اللي طلع عندي، وهذه المعادله بجيبها من اللي هان، وهذه هاي الموجود عندي الاول ببدأ من هدول. طيب فهذا اللي كنت انا بشتغل عليها، بقول لك اليو بدها تساوي ماينس الار انفيرس في البي يو ترانسبوز في البي where the inverse is guaranteed to exist since r is positive definite اللي عندي. Eliminating u من المعادلة حيصير كل اشي عندي موجود بدل هنا جزئية في x، يعني لما بدي ارجع لهاي بدي اعمل elimination لمين؟ لليو هنا، بدي اعوض بدلها بدل اليو الجديدة ولا اليو
هذا ما فيش عندي فيها اي حاجة، فبضل عندي الان عندي ايش اكس دوت اوف تي والبي دوت اوف تي اللي عندي. البي دوت اوف تي هذه ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي سالب كيو اكس اللي عندي هنا كيو ترانسبوز في الاكس اوف تي ماينس الاي في البي، الاي ترانسبوز في البي تي. هذول التنتين بدي احطهم مع بعض، وهنا بدي اعوض بدل اليو زي ما حكيت في القيمه اللي جبناها اللي هي الماينس ار انفرس في البي يو ترانسبوز اللي عندي في البي تي. فبتصير هذا الاكس دات وهي البي تي، هاي مضروبه عرفت ان تيرم اكس اوف تي، والبي الموجود عندي هنا اوف تي، وير اي هنا الاكس دات تساوي اي في الاكس ماينس البي يو في الار انفرس في البي يو في البي يو ترانسبوز في البي تي، والبي دات بدها تساوي اللي عندي هنا كيو في اكس ناقص اي ترانسبوز في ايش البي. هذه الماتريكس ككل سميتها اللي بدي اطلع عليها بدي اسميها big H اللي عندي. this system is referred to as the Hamiltonian system اللي عندي هذه اللي هي الهاملتونيان. and the state matrix the big H is called the Hamiltonian matrix أو the Hamiltonian system along with the initial and the final value represents a set of necessary conditions for the control to minimize the cost function. these equations are also sufficient that is the solution of the Hamiltonian system is unique control that minimize the cost function. زي ما شفنا في المحاضرات الاسبوع الفات انا الهاملتوني ده انا حليت الحل تبع الهاملتوني بيعطيني الاوبتيمال سوليوشن للبروبلم. الان the optimal control problems depends on the cost state which can be found by solving the homogeneous state equation اللي هي احنا قلنا عنها ال 613 subject to the initial condition ايش هما x0 equal x0 و btf اللي عندي بدها تساوي h في x of tf. الان هذا اللي بدي اطلع عليها، الان بدي اجيب x of tf وال b of tf الموجودة عندي. هذا ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي e to the Hamiltonian of tf minus t في ال x of t في البي تي، البي تي الموجود عندي. ولو هنا الاي تو ذا هاملتونيان هذه بقدر اقسمها لاربع اجزاء، الجزء الاول بسميه في 1 1 اوف تي اف ماينس تي، الجزء الثاني في 1 2، والجزء الثالث في 2 1، والجزء الرابع في تي 2 2. الان هذه البي تي اوف تي اف ايش بتساوي؟ بتساوي اتش في اكس اوف تي اف الموجود عندي. فمعناته where the unknown x of tf and btf and x of tf eliminating x of tf فأنا عندي بقدر أعوض بدل ال x of tf في الجزئيات هذه، لأنه ال x of tf إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي في 1 1 في x of t plus في 1 2 في b of t الموجودة عندي. فلو عوضت بدلها هان فبصير عندي ايش هنا بقدر استغني، بصير عندي معادله واحده اللي فيها الانون بس اللي هو بي اوف تي في هذا المجال. فلما نعوض عنها هي صار عوضت بدل الموجود، صارت المعادله هذه اللي عندي معرفه ان تيرم اوف ايش اوف اكس اوف تي و B of T اللي عندي. ف B of T صارت عندي بتساوي الآن بدها تساوي في 2 2 يعني لما بدي أجي أضرب في هاد وأطلع وأحط الشغلات اللي في X على شقة واحدة والشغلات اللي B على شقة تانية، فصار عندي يعني هاد بدي أحطها على هاد، هاي الشغلات اللي فيها X اللي هي إيش عندي في الترم الموجود عندي اللي هي هاي اتش في 1 1 هاي موجوده ناقص هذا لما تيجي على الشقه الثانيه ايش في 2 1 هذول في اكس. الان ايش الموجود في البي عندي؟ الموجود في 2 2 وجاي من الشقه هذه ماينس اتش في 1 2. الان لا اجيب بي بدي اضرب في الانفرس تبعهم، فبضربه بصير عندي
هذا التيرم ككل. هذا التيرم ككل سميته بيج بي في اكس اف تي، يعني صارت عندي اللاجرانج مالتبلاير بيساوي ايش؟ البيج بي مضروبه في الاتش اللي عندي، وير بيج بي از ذا ماتريكس اوف بروبورشناليتي بتوين ذا كوستيت اند ذا ستيت. This matrix is fully specified by state transition matrix of the Hamiltonian. Since the inverse in 616 exists at all time between the initial time and the final time, the optimal control problem is found, or the optimal control is found from U عندي إيش قلنا بتساوي؟ بتساوي minus R inverse في ال BU transpose في ال B of T، وال B of T هيها. فصارت عندي بتساوي بي تي او بيج بي هذه في الاكس اف تي، وهذا ككل هذول الثلاثه اللي هم سميناهم الستيت اللي هي الجين اللي مضروب في الستيت اللي عندي، يعني يو صارت هي البيج كي اللي انا كنت ببحث عنها دائما. هذا البيج كي بتعطيني ايش؟ الاوبتيمال سوليوشن لل اتش 2 بروبلم. طيب هذا اللي وصلنا له، نيجي نطلع على السيستم. هاي السيستم اللي عندي x داتا تساوي x of t u of t، والcos function عندي بيساوي 8 x squared في ال x of 10 plus 1 half 0 ل 10 3 x squared plus u squared، هدول الcos function. أول حاجة بدي أعرف اللي عندي، هاي ال a هنا بتساوي 1، ال b بتساوي 1، اللي عندي ال h بتساوي 8، الكيو بتساوي 3، والار بتساوي ايش؟ 1. الان هنا بدي اصيغ ابني الهاملتونيان. عندي الهاملتونيان بدها تساوي الاكس داتا تساوي 1 ناقص 1 في الاكس اف تي في البي اللي هنا جبتها من الماتريكس اللي جبناها، هذه المعادله اللي عندي الهاملتونيان اللي بتكلم عنها اللي هي 613، هذه اللي انا ببنيها. طيب والبي ضات بتساوي ناقص اللي عندي زي ما شفنا هان 3 ناقص 1 في البي اوف تي. فانا الان بدي اجيب الاي تو ذا اتش تي زي ما جبتها سابقا، وهي الاي تو ذا اتش تي اللي عندي، هذه اللي سميتها في 1 1، هذه اللي عندي الفي 1 2، هذه الفي 2 1، هذه الفي 2 2. الان كي بطبق الموجود عندي، المعادلة اللي عندي اللي هي قلت بدي اجي اخذ الحاجات اللي في تيرم في اكس على الحاجات اللي في تيرم في البي تحت في الدينومينيتر بتعطيني ايش؟ الكي اوف تي الموجودة. ولما جيت عملتها هنا التايم فارينج اوبتيمال فيدباك جين، هاي رسمته على هذا الشكل، which can be reduced اللي عندي للكي اوف تي على هذا الشكل. طيب الان بناخذ بريك وبنرجع كمان شوي نتكلم على الحل هذا بناء على الركاتي equation اللي بدنا نعمله لهذا السيستم. يعطيكم العافيه.